والتمام ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نشوفوا الإخوان كيفاش نديروا ونحملوا النسخة الأوريجينال الإخوان ديال ويندوز مايكروسوفت ويندوز الإخوان 11 ولا الويندوز 12. غادي نجيو الإخوان نفتحوا المتصفح ديال جوجل كروم، نجيو لهنا ونديروا الإخوان نكتبوا هذا الأمر هذا كرييت بوتابل ميديا، نديروا أون بلاي وغادي ندخلوا المايكروسوفت سيبورت الإخوان اللي هو السيت الأوفيسيال ديالهم، نديروا الإخوان أون بلاي وغادي يعطيونا هنايا واش نحاولوا نحملوا الاخوان النسخه 10 ولا النسخه 11 مثلا. انا باغي النسخه 11، كليكيو هنا في النسخه 11 ونجيو غوتو داونلود ويندوز 11. هيا كما كتشوفوا الاخوان كليكيو فيها هيا. غادي يدخلنا لواحد الواجهه اخرى وغادي نجيو هنا ونديروا الاخوان ويندوز 11 ميلتي ايديتيون ايزو 4x64 ديفايس ونديروا داونلود هنا نختاروها ديروا داونلود الاخوان نسينا واحد شويه على ما يعطينا الاخوان ولاو نعزلوا سيليكسيوني البروديكت لونغ. غادي نديروا الاخوان لا لونغ ديالنا مثلا ديروا فرنش ديروا كونفيرمي. غادي يعطينا هنا النسخه الاصليه تحميل النسخه الاصليه هي داونلود ويندوز 11 فور فرنش. ديروا هنا 64 بيت داونلود صافي هانتوما الاخوان هي النسخه الاصليه كومبليتي كامله هي 5.43 جيجا بايت. لا عجبك لا فيديو ما تنساش تابونا في الشين. وصلوا 4K. السلام عليكم الاخوان.